أهلا بكم إلى بيروت اليوم. ضيفي معالي الوزير السابق دكتور محمد عبد الحميد بيضون. أهلا بك معالي الوزير. بداية وقفة مع أبرز ملفات اليوم. حزب الله باق على أرض المعركة في سوريا، فكيف ستنهض الدولة اللبنانية بوجه أبواب الحرب السورية؟ بعد مقتل هاشم سلمان كيف ستتصرف المعارضة الشيعية وبمن تحتمي؟ معالي الوزير، ماذا يعني انتخاب رئيس إيراني جديد معتدل حسن روحاني وبهالنسبة العالية من الأصوات، يعني بين 18,000 ودغري اللي بيجي رقم 2 وراء 8,000 أو 6,000؟ 18 مليون و 6,000. عفوا، 18 مليون. أشبه بانتفاضة تانية، يعني كيف انتفاضة 2009 اللي كانت انتفاضة بالشارع وانقمعت بشكل وحشي وكبير. هالمرة الشعب الإيراني بفترة صغيرة، يعني ما كان حدا متوقع أنه الشعب الإيراني رح يجي على الانتخابات، وكانوا معتبرين أنه الانتخابات رح تكون مزورة، لكن يبدو أنه هالتيار الإصلاحي عارف عبق قواعده بشكل سليم. فاللي صار، يعني 18 مليون صوت لحسن روحاني بانتفاضة تانية، ولكن انتفاضة تحديدا بوجه المرشد السيد خامنئي. بوجهه تماما. يعني اليوم ما بدنا ننسى أنه المرشد اولا منع رفسنجاني انه يترشح، ورفسنجاني هو له اسبقيه عليه بالثوره، يعني كان رفسنجاني مع الخميني قبل خامنئي، وله حضوره بالثوره وحضوره بعد الثوره بالمراكز العاليه كرئيس لمجلس الشورى ورئيس جمهوريه ورئيس مجلس تشخيص مصلحه النساء والخبراء. يعني رفسنجاني عنده سجل، حتى البعض بسميه ابو الثوره. فجاه ممنوع انه يترشح، بيعتبروه ضد الثوره وضد خامنئي. الانتفاضة هاي صارت بواجه خامنئي. هلأ بفتكر بده يعيد حساباته. خامنئي شطب من الترشيح لترشحوا تقريبا 700، خلى منهم فقط 8 أشخاص. الوحيد اللي نفد من التشطيب هو حسن روحاني. كان مدروسي، البعض قال انه هيدا ديل، يعني بنقدر نصدق هيك ولا لا؟ صار في عملية انتخابية حقيقية. ما كانوا معتبرين انه له حظ، يعني كانوا عم بيقولوا الشخصيات القوية بالسباق هي قالباف، لأنه طهران، لأنه الحرس، هي ولايتي، لأنه المرشد، هي جليلي، لأنه جليلي عم يلعب دور بالواجهة بالمفاوضات وكذا. ما كان حدا معتبر من تيار الأصولي، يعني تيار المرشد، ما حدا معتبر أنه عنده حظوظ حسن روحاني. بس مثل ما قلت لك، التيار الإصلاحي عبق قواعده بشكل سليم ووصل المرشح. وأنا بعتقد الذهول عند التيار الأصولي والذهول عند المرشد كتير كبير اليوم، أنه من الدورة الأولى ما كان حدا متوقع له أنه يربح، فكيف من الدورة الأولى في حالة ذهول؟ بعتقد إيران بلشت مرحلة جديدة. المرحلة هاي عنوانها إذا بدك أنه التيار أو الثلاثي رفسنجاني خاتمي حسن روحاني الرئيس الجديد، هذا الثلاثي رح يستفيد من فترة الضعف اللي مرق فيها المرشد، ورح يعمل على أنه صلاحيات المرشد ما تكون ديكتاتورية مطلقة، بدها تكون مقيدة. يعني مثل ما عم بنحكى بالربيع العربي أنه الأنظمة الملكية تكون دستورية مقيدة، اليوم صلاحيات المرشد بإيران اللي هي صارت على أيام خامنئي صلاحيات مطلقة أشبه بالديكتاتورية، بدها تتقيد. لذلك في معركة، في مواجهة بين هذا التيار الإصلاحي، في مواجهة مع تيار المرشد، رح تشوف يعني نتائجها بالفترات. اسمح لي أسألك مع الوزير، نقلا عن بعض يعني الأكتيفست على السوشيال ميديا بيشككوا، يعني هذا على الأقل اللي قرأته أنا، بنزاهة الانتخابات، أي انتخابات بإيران، هل هذه الانتخابات نزيهة؟ والسؤال بيخليني أسألك، يعني إذا هلقد في خطر على سيد خامنئي، ليش ما صار في تغيير بنتائج الانتخابات؟ بس هذا يعني ما بعرف إذا الانتخابات فعلا هي هيك كما هي ولا بصير في تلاعب. في عنصر مفاجأة، وفي كمان أنه خامنئي ما بيقدر بعد اللي صار بال2009 ما بيقدر يتحمل ثورة تانية. يعني هاللي بتابع تصريحات السيد خامنئي من 6 شهور او 8 شهور لهلا، بتلاحظي بتصريحاته دائما دعوه للوحده، ودعوه انه القيادات السياسيه ما تطلع الخصام للعلن، وانه خلوا المشاكل بشكل مغلق. كان خايفين، عنده خوف، هو تياره يعني عندهم خوف انه ترجع تفلت الامور بالشارع. فانا اللي بعتقد انه الخوف من الشارع خلاهم ما يروحوا بعيدا بالتزوير حتى ما تتكرر قصه 2009، ويمكن هالمره
عواقبها وخيمه. وفي شيء ثاني ايضا، من 2009 نتيجه قمع الانتفاضه الخضراء وفرض الاقامه الجبريه على قياداتها، هي اكلت من رصيد المرشد. يعني المرشد اهميته انه يكون فوق الصراعات، هو دخل طرف بالصراع ورجع، مش بس دخل طرف بالصراع مع كل التيار الاصلاحي وبممارسات ما كانت مقبوله شعبيا، انما دخل طرف بالصراع مع احمد نجاد، وصراع على وزاره النفط وصراع على وزاره الاستخبارات، يعني صراعات اشبه بالمحاصصه. فالمرشد ما كان بوضع اليوم انه يقدر يسمح بقيام انتفاضه ثانيه، فاضطر يعمل تنازلات. ومن هالتنازلات انه التيار الاصلاحي قدر مره حسن روحاني، ومثل ما بقول لك اليوم الناس بتقارن انه اجى خاتم 8 سنين ما عمل شيء. حسن روحاني شو بده يعمل؟ اول شيء بالنظر للبروفيل تبع الشخصين، اليوم حسن روحاني بيملك خبره سياسيه اكبر بكثير من خاتمي عند بوقتها. عنده خبره بمجلس الشورى، بمجلس النواب، وكان رئيس حرس الثوري الايراني بوقت من الاوقات، اهم شيء انه عنده خبره مؤسساتيه، يعني بمجلس النواب، بالامن القومي، بمجلس الخبراء، عنده خبره مؤسساتيه، وبيعرف عن قرب يعني الخلفيه تبع المرشد والتيار الاصولي. فانا بعتقد لا، روحاني مدعوما من رفسنجاني وخاتمي رح يعمل تغيير. كيف ممكن ينعكس التغيير بالملفات الخارجيه؟ يعني عم نحكي بملف النووي، عم نحكي بالازمه، بالثوره بسوريا، بالعلاقات مع العالم العربي، شخصيه او بروفيل هالشخص كيف ممكن يعني يكون يتعاطى مع الملف؟ هو حكي، يعني حكي مثل ما رفسنجاني عم يحكي، الاقتصاد الإيراني بحالة متدهورة مش ممكن إنقاذه إلا بالانفتاح على الآخرين. العزلة الإيرانية خنقت الاقتصاد الإيراني، بدك تعمل سياسة انفتاح، وهو بيعرفوا كلهم أنه سياسة الانفتاح بدها تبلش بموضوع بمعالجة موضوع الملف النووي. النقطة الثانية، الروحاني ورفسنجاني أميل إلى تعامل إيران مع جوارها تعامل دول مش تعامل حرس ثوري. يعني هذا عم بقول اميل رح يقدروا يحققوا هالشيء، في رهان انه اليوم المرشد اضعف من وقت ما اجى خاتمي رئيس. الرئيس روحاني عنده خبره اكبر بكثير من الخبره المؤسساتيه لخاتمي، فاليوم الظروف اميل لاعطاء هالفريق الاصلاحي قدره على تحديد صلاحيات المرشد، اضافه لانه يعني المرشد عم يتردد خلال المعركة الانتخابية، كان عم بيقول ملف النووي من اختصاصي أنا. شو يعني؟ إنه المرشحين ما حدا يفكر منكم إنه بيعمل أي تنازل أو بيعمل أي تغيير. هو بيقرر بالملف هو بيقرر النووي. بس أنا بعتقد هاي ما رح تكفي، لأنه كلهم عم بيقولوا له، لأنه الاقتصاد هذا بده يوقع، بده ينهار، الشعب الإيراني ما عاد في كفي. بدك نحل مشكلة الاقتصاد، لازم يكون في سياسة جديدة بالملف النووي. وهو نفسه المرشد قبل الانتخابات وصل، قد ما كان حاسس مواقعه عم تضعف، وصل يقول انه عم بيطلبوا مني حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، انا لن ارفض. هي اول مرة بيقولها يعني بتاريخ، هلا اليوم صار له هو مرشد من 89، يعني بتاريخ 24 سنة ما قال مرة انه مع الحوار، كان دائما ضد الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. مرة واحدة نفذت منه قبل الانتخابات ليهدئ الأجواء الشعبية انه انا لن ارفض الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبعتقد انه التيار الإصلاحي رح يوقف عند هل برأيك هالتغيير هيك يعني لن ارفض او يعني رحب اذا بدنا نقول بحوار، هو كانت جزء من وصول روحاني للرئاسه؟ يعني هي خليني اقول توجه جديد معين تنتهجه ايران. ما بدك تنسي انه الشعب الايراني كمان بحاله اقتصاديه مريعه، يعني الدولار كان 12000 ريال صار 36000 ريال، ما بيقدروا يامنوا لهم الحاجات الاساسيه، ما عندهم عمله صعبه، عم يبيعوا نفط للصين، الصين مش عم تدفع، عم تعمل لهم مقايضات. فاليوم الاقتصاد قصة حاسمة، انه هذا بلد 75 مليون والناس وجيل شباب كبير كمان عنده احتياجات، فاذا ما عملوا انفتاح على الغرب، انفتاح على كل العالم مش بس على الغرب، اذا ما تعاملوا كدولة لها صدقيتها، اذا ضلوا يتعاملوا كحرس ثوري منتشر بالعالم، العزلة رح تزيد والاقتصاد رح يزيد وفي انتفاضة شعبية قائمة. طب وبالازمة السورية هل رح يضل ماخذ خط سلف الرئيس احمد النجاد ولا حيغير، ولا هو القرار عمليا مش عند رئيس الجمهورية؟ القرار عند الحرس الثوري بالملف الإيراني، يعني عند خامنئي. بس أنا بعتقد أنه هالرئيس بده يغير، لكن ما بدنا ننسى أنه نحن عم نتعاطى مع إيران. بإيران الأمور تمشي ببطء كتير، يعني ما حدا بيعرف أنه التغيير جاي بعد شهر، بعد ستة، بعد سنة. بس في تغيير كبير جاي على إيران، بس كتير بطيء، لأنه الإيرانيين هن بطريقة عملهم
هن بيقاربوا الامور بكل يعني ببطء كثير، ما بدهم يعملوا قفزات اذا بدك، بدهم يمشوا على محله. وانا يعني مع كلام خاتمي قال انا ما راح اترشح لانه الثمن ترشيحي على الشعب الايراني راح يكون باهظ، لانه راح يكون في رده فعل من المرشد كبيره. فهون بدلك انه التيار الاصلاحي بده يمشي بالتغيير بس ببطء جدا حتى ما ينشعر انه في صدام او ما يرجعوا لحاله القمع اللي كانت موجوده سابقا. بعض الصحف اللبنانية قرأت برد فعل حزب الله على انتخاب أو على فوز روحاني بانتخابات إيران أنه كان ترحيب هيك خجول، هل الحزب فعلا غير مرتاح لانتخابه ولا كمان ما بيأثر يعني قرارات الحزب أو الخطوط العريضة بيقررها؟ لا مش رح يكون مرتاح الحزب، لأنه الحزب جزء من الحرس، والحرس مرشحهم كان يا قلبة فيها جليلة أو يعني هن كانوا معتبرين كل جماعة الحرس وحزب الله منهم أنه بالدورة الأولى بيطلع الأول قليباف أو جليلي والثاني، وأنه الدورة الثانية ستكون بين قليباف وجليلي. تفاجأوا كلهم، حتى المعتقد أنه داخل إيران كانت مفاجأة أنه طلع حسن روحاني 52% من الدورة الأولى. بعتقد كلهم مصدومين، يعني حزب الله هون أكيد هلا أكيد صدمة كبيرة، بده يشوف كيف بده يتأقلم مع شو بيأثر عليه للحزب؟ كيف بيتأثر؟ مش اليوم، لكن السياسه اللي عم بقول لك اياها سياسه النظام، سياسه الاصلاحيين، انه اذا بدهم يتعاطوا مع الجوار كدوله لها مصالح وبتحترم مصالح الاخرين ليحترموا مصالحها، هذا بيعني انه نشاطات الحرس ستتقلص، وبما يعني ايضا انه نشاطات حزب الله ووضع حزب الله بده يتم تقليصه ايضا. من الكلام عن انتخاب الرئيس الايراني على امل يصير في عندنا انتخابات بلبنان كمان، خليني اوصل على نشاطات حزب الله. يعني على الأقل هذا الرئيس الحسن روحاني مش مثل أحمد نجاد كان معتبر حاله رئيس لإيران وللعراق ولسوريا وللبنان، وأنه بيقدر يجي على لبنان بيعمل خطاب بملعب الرأي مش بمجلس النواب. أنه هن يعني الفريق الأصولي بإيران معتبر حاله أنه حاكم المنطقة، على القليل أشخاص مثل حسن روحاني الرئيس الجديد بيعتبروا حاله أنه هن فقط حاكمين إيران مش حاكمين المنطقة. هذا شيء ببشر بالخير يعني إن شاء الله خير على كل حال. يعني الأيام هي رح تثبت إذا رح يقدر الرئيس روحاني فعلا يطبق السياسة اللي هو. أنا ما بدي أعطي جو متفائل، بس أنا بقول في تغيير، النتيجة في تغيير. اليوم موقع المرشد وصدقية المرشد غير ما كانت قبل 10 سنين أو قبل 15 سنة، والتغيير ناضج لأنه سياسات المرشد وبالتعاون مع نجاد، لأن المرشد كان بيشتغل عبر نجاد قبل ما يصطدم معه، سياسات أدت إلى انهيار كتير ملفات مش بس الاقتصاد، كتير ملفات أيضا. هل سألتك عن كيف رح يتأثر حزب الله، بس هل برأيك بتقلي مرتبط بالحرس الثوري، هل ممكن يشوف تراجع دوره بسوريا مثلا؟ يعني أعلن السيد صراحة عم بيقاتل عم يحققوا انتصارات وراح يكملوا مثل ما قال السيد من النهارين بخطابه انه نحن اخر مين دخل على سوريا ولكن راح نبقى. هلا من هون لاسبوع لعشر ايام لشهرين ما بعتقد انه حزب الله راح يتلقى تاثير الصدمه الايرانيه بسرعه، بده يجي تاثيرها الصدمه الايرانيه شوي شوي. هلا تطور الاوضاع بسوريا ما حدا بيعرف كيف راح يكون، لانه في قرار امريكي هلا باعطاء دعم او دفعه للمعارضه، هذا بغير بموازين القوى، بوقف القتال، ببعت على الحل السياسي، ما حدا بيعرف. يعني الاوضاع بسوريا غير قابله للترقب، وهي اوضاع يعني حزب الله ما عم بيشوف منها الا الجانب العسكري، الجانب السياسي مهمل بالكامل يعني مع الاسف. بين خطاب السيد حسن نصر الله كان سبقه كلام للرئيس سعد الحريري قبل بيوم، البعض قرأ أنه أصلا طرح هالكلام ليكون متناغم مع قرار مجلس دول التعاون الخليجي، وقبل كلام السيد حسن نصر الله بيقول الوطن أصبح في خطر وجودي، وكان له كلمة لللبنانيين يعني تقيلة دسمة. هل يعني وين صرنا بالعلاقة بين السنة والشيعة اليوم بلبنان وبالمنطقة؟ بقول لك الرئيس المصري اللي هو يعني إيران جربت تعمل معه اتصالات وعدوه بمليارات وقالوا له سياحة إيرانية، وجربوا يقولوا له أنه نحن مش عم نشيع بمصر، نحن منا ماشيين بتشييع مصر، رغم ذلك وقف يقول هنالك عدوان من حزب الله على الشعب السوري. أي يعني بين هلالين أي سنة بده يحكي غير كلام؟ يعني ما فهمت أنه حزب الله على أي سنة معتمد على الشيخ ماهر حمود ولا على الشيخ بلال شعبان ولا على الشيخ هاشم منقرة؟ على مين معتمد؟
يعني شو في مصر اليوم بتطلع بمصر، مصر يعني عم تحكي عن شمال افريقيا كلها، اللي بيقولوا الرئيس المصري بهالمعنى شمال افريقيا بده تتبناه، ما في مجال. شو في وزير خارجيه الجزائر لما الوزراء الخارجيه العرب عملوا القرار هذا، قال انه نحن يعني يمكن اصدرنا حكم مخفف على حزب الله انه ما ذكرناه، بس في ادانه، في ادانه لتورطه بسوريا حتى الجزائري يعني. اليوم كل شمال افريقيا، كل الخليج، شو بقي مع حزب الله؟ طبعا ما بدنا نحكي عن تركيا. شو بقي مع حزب الله؟ حزب الله عنده فقط جمهوره الضيق. هالجمهور الضيق طيب قديش في يتحمل؟ وهون نجي للمشكله، انه ليش الحريري وغير الحريري؟ نحن من اشهر عم نحكي عن خطر وجودي، لانه حزب الله بلش تورطه بسوريا من قبل، وبلش حكي، وقت بلش تورط بسوريا بلش حكي التمديد لمجلس النواب، يعني الغاء لبنان. بس المشكله الحقيقيه انه حزب الله بدخوله على سوريا الغى الحدود، ومش بقرار منه، بقرار من ايران ومن المرشد. المرشد الثوره الاسلاميه في ايران فجاه بيقول ما في حدود بيني وبين العراق وسوريا ولبنان وغزه، صار كانه هو حاكم المنطقه. طيب انت حزب الله الغيت الحدود، فت على سوريا، طيب ما يعني اعطيت ضوء اخضر للسوريين يلغوا الحدود ويفوتوا على لبنان. وهالضوء الاخضر بلش مش هو عم نشوف القصف اللي عم بيجي على مناطق الهرمل وبعلبك، وتشوفي كيف بعدين الامور بدها تتدحرج. هاللي بيلغي الحدود من جهه بده يتوقع الغاء من ثاني جهه، وبالتالي في خطر وجودي. هالشيء بنعطف على انه كل ما هالصراع تقدم كل ما بياخذ طابع سني شيعي، الناس بتصير ما بتشوف. يعني اليوم انا وانت بنشوف انه والله هذا صراع في سياسات ايرانيه، والله دكتاتوريه ولايه الفقيه على المنطقه، ما قبلها لا في سياسات بتقول كل دوله لها سيادتها، بتحكم نفسها بمؤسساتها، ما بيحكمها المرشد، فلسطين للفلسطينيين، لبنان للبنانيين، سوريا للسوريين. في مشروعين عم بتواجهوا بالمنطقه. هلا على الارض الناس يعني لما الغرائز بتاخذها ما بتعود تشوف مشروع هذا مشروع، بتشوف سني شيعي. هذا بخوف، يعني في انفجار سني شيعي كبير اكبر من اللي عم بيصير بالعراق جاي اذا بيستمر هالوضع بسوريا. وهذا يمكن احد الاسباب اللي خلى الغربيين يبلشوا شوي يفكروا كيف بدنا نحتوي هالصراع. هلا الخوف الثاني كمان انه مش مخبى، انه ايران اذا حست انها بدها تخسر بسوريا ستلجا الى تقسيم سوريا. وهن جماعة حزب الله صاروا بكل فجور يحكوا انه ايه شو سايكس بيكون منغير الحدود، انه بدهم ينشئوا دويلة علوية شيعية، يعني اسرائيل تانية بالمنطقة. وهي مش مخبية، يعني عم بيرسموا حدودها. يعني اهمية معركة القصير انها بتسمح بانشاء هذه الدويلة، تقول انه فتحوا الطريق لانشاء دويلة شيعية علوية. نحن مين بيقبل بانه تنشا اسرائيل تاني بالمنطقه؟ مين بيقبل انه يعيش الشيعة والعلويين بخلاف مع السنه؟ هذه حرب المئة عام، مش يعني ما فينا نحن نقبل بهالوضع. لذلك اليوم مطلوب بسرعه نتجه يعني ندعم الجهود الدوليه لايجاد حل سياسي باسرع ما يمكن. مع الاسف التخاذل الامريكي والتخاذل الاوروبي دفع السوريين ضريبة كبيرة، بس اليوم الضريبة مش بس رح تنحصر بسوريا، عم تنتشر على لبنان. ما شفنا آخر جولة بطرابلس مخيفة، كانت 32 قتيل 200 جريح. وبعدين بالعراق الأمور عم تتصعد بشكل. فلا اليوم إذا عم ينحكى جديا تدخل الدولة عبر الأمم المتحدة، عبر الحلف الأطرسي، عبر المساعدة الأمريكية، لازم يتم احتواء النزاع بسرعة. حل سياسي حتى يعني نظام مستعد للمعارضة رافضة، وحل عسكري لحديت هلا ما في. في كلام عن دعم المعارضة بالسلاح، ويمكن مش بالسلاح، يمكن بعتاد منه تقيل. لا لا، لأنك الحل السياسي نظام يدعي انه قبلان، بس هو مش قبلان. لانه الحل السياسي شو هو؟ بيان جنيف الاول. بيان جنيف الاول عم بيقول له للاسد بدك تعطي صلاحياتك لحكومه انتقاليه. هلا هالحكومه الانتقاليه فيها من النظام الناس اللي مش ملوثه ايديهم بالدم، وفيها المعارضه بجميع اشكالها تصنيفاتها او الوانها. الاسد ما قبل هالشيء، حتى الابراهيمي لما فتحوا بالموضوع والابراهيمي حكيها بيجي انه قال له الاسد انا ما بتخلى عن صلاحياتي، وإذا بدي أتخلى عن صلاحياتي معناتها بدي تعديل للدستور، وهذا مش موجود، بده استفتى وما استفتى. ورجع الأسد مرة تانية قال أنه شو ما صار بجنيف ما هالمقررات لازم تخضع لاستفتى. شو يعني استفتى؟ بوجود الأجهزة الأمنية وبوجود آلة الأسد العسكري وبوجود حزب الله، الاستفتى هو حفل التزوير. يعني النظام منه عم بيحكي بحل سياسي. وبديك شاهد أكبر أقوى على أنه النظام مش عم بيحكي حل سياسي، خطاب السيد نصر الله الأخير
يعني طلع حكي السيد نصر الله انه نحن مكفيين المعركه بسوريا بدون ما يطرح اي اطار سياسي ولا اطار ابدا، حتى ما حكي عن جنيف 2. يعني السيد نصر الله هو عم بيحكي ما عم بيضطر يعني قد ما هو منخرط بالمعركة ما عم بيضطر يخبر العالم انه طيب نحن عندنا تصور سياسي بدنا نخفف المجازر والقتل والتدمير. بس هي الدول عم تشتغل على جنيف 2، يعني السيد حسن نصر الله ما حي على القليلة يعني هو يقلنا انه عنده تصور ما في. طيب وبعدني انا كمان معترض على حزب الله اعتراض كبير انه نحن اللبنانيين اقرب ناس للسوريين. طيب في معارضه سوريه اليوم الوانها هائله، الوان الطائف المعارض هائله، في من كل الانواع، ما قدر حزب الله يفتح حوار مع اي نوع من انواع. بس هو كمان كان صريح السيد بخطابه ما قبل الاخير لما قال انه سوريا ظهر المقاومة ولن نسمح بقص ظهر المقاومة، يعني عم بيكون صريح انه حماية سوريا من حماية المقاومة، وهذا اللي قاله نائب سليمان فرنجية من النهارين. ايه بس ما هذا اتهام لكل السوريين انه ما بدهم مقاومة، وهذا مش صحيح. يعني لما راح حزب الله على قصير وشارك بتدمير القصير بهالشكل، ما بعدين قالوا له السوريين انه يا عمي هاي القصير فتحت ابوابها لإلك لما كنت انت تحت القصف الاسرائيلي وتهجروا جماعتك واجوا نحن فتحنا لهم بيوتنا. طيب ما هو اهل القصير ما هن مقاومين، مين قال له لسيد نصر الله او لحزب الله او لغيره انه والله هاي المعارضه السوريه اذا وصلت على الحكم هي مش رح تكون مقاومه؟ ليش هو مقاوم اكثر منها او هو وطني اكثر منها؟ المعارضه السوريه معارضه وطنيه، معارضه عندها تصور كبير لتحرير الارض، مش انها جاي تلعب. فهو سيد نصر الله افترض انه فقط الاسد هو المقاوم والباقيين عملاء، وهو اصلا خطاباته يعني حتى خطابه الاخير انه الحرب الكونيه الامريكيه الاسرائيليه التكفيريه. كيف عم بتصور انتفاضه شعب عم تتجاهلها بهالشكل وتصورها انه مجرد مشروع امريكي اسرائيلي تكفيري؟ بعدين شو جمع التكفيريين على الاسرائيليين؟ ما فهمنا شو جمع الامريكان اللي ما بدهم يتدخلوا على التكفيريين، والامريكان ما بدهم يتدخلوا كرمال ما يساعدوا التكفيريين. فيعني لغه حزب الله لغه متناقضه غير مقنعه، والاخطر انه خاليه من اي تصور سياسي. اول مره بنشوف نحن حزب الله قاعد، يعني حتى ب 93 96 لما كان في صدام، في عدوان اسرائيلي كبير وفي صدام، كان في حكي تفاهمات تحت الطاوله، تفاهم نيسان، بعدين بالاول تفاهم تموز، بعدين تفاهم نيسان، كان في وراء عمل عم تروح وتجي. اليوم حزب الله وطبعا ايران الحرس الثوري معتبرين انه هاي المنطقه ملك بيهم وانه الاخرين مشطبن على الخريطه، هذا ما بيجوز. هذا هالغياب السياسي هاي بخليني اقول انه حزب الله اليوم بحاله انغلاق مخيفه، انغلاق لبنانيا ما عم بيحاور مع حدا. لهي ما صارت الحرب بسوريا معالي الوزير، يعني عم نضطر نستعمل هالعبارات حرب سنيه، يعني لما بيجي المقاتلين من اكثر من بلد. طبعا الشعب السوري ثار وعمل متظاهرات سلميه بالاول، ولكن وصلنا لمرحله انه في ثوار من مختلف الجنسيات، في جبهه نصره، يعني في اطراف عم بتقاتل، صارت خارجه عن الشعب السوري اللي فعلا كان طالب التغيير. يعني انا ما احترامي لكل الناس، انا بعتقد اللي حول اولا اللي حول الانتفاضه السلميه لحرب هو النظام، لانه النظام زاد معدلات القتل. يعني هو كان عم بواجه التظاهرات بالرصاص وكل يوم في 15-20، وكان دارسها، استفاد من التجربة الليبية انه اذا بده يعمل مجازر كبيرة رح يستجلب تدخل دولي. فهو كان عاطي تعليمات ونشر وسائل وقتها انه لا خلينا كل يوم نقتل 15-20 مش اكتر، عم تصعد. طيب اذا بدهم يقمعوا تظاهرات، يعني هاي تركيا وهذه انجلترا وغير كل دول العالم بشو بتقمع التظاهرات؟ بالمي السخنه، خراطيم مياه ساخنه وغاز مسيل للدموع. ونحن قلنا، وانا يمكن عندك هون بمقابله بوحده المقابله، قلت اذا سوريا ما فيها مي سخنه يا عم نحن بنسخن لهم مي وبنعطلهم اياها، بس ما يقتلوا العالم بهالشكل. فاليوم يعني من اول نهار انا نصحت حزب الله يمكن بالثلاث شهور الاول من الانتفاضه انه افتحوا خطوط وحاوروا مع المعارضه، لانه اذا حاورتوا مع المعارضه يمكن تساهموا بالتقريب بينه وبين النظام. هن انقطعوا عن المعارضه ومن الاول، من اول نهار مثل بشار الاسد، تصرفوا مثل بشار الاسد، انه اللي ما عم بيقاتل معي هو عدوي وهو تكفيري وهو عميل اسرائيلي. الشعب السوري اتهموا حزب الله بخطابات نصر الله بترجعيهم، اتهام للشعب السوري بالكامل ل 20 مليون انه عملاء اسرائيل، مثل ما اتهم الشعب اللبناني 14 اذار، 14 اذار يعني على القليل
اسرائيلي نص الشعب اللبناني، مليونين ونص اتهموا انه عمل اسرائيل. طيب اذا اسرائيل لها بين الفلسطينيه شيء مليونين ونص، وبين اللبنانيه مليونين ونص، وبين الاردنيه مليونين ونص، وبين السوريين 20 مليون، وبين العراقيه 7-8 مليون، طيب اسرائيل اقوى قطب بالمنطقه. يعني مع الاسف منطق حزب الله صار لا منطق، يعني ما صار حزب الله بيسميه ممانعه للمنطق، مش ممانعه لاسرائيل ولا ما بيحق له يخاف حزب الله؟ من شو بده لو فتح خطوط على المعارضه السوريه، وهلا ما فات الاوان، من شو بده يخاف؟ المعارضه السوريه معارضه وطنيه، اللواء سليم ادريس لواء يعني كلامه كله وطني، احسن من الكلام عم نسمعه من اللبنانيين من القيادات اللبنانيه. يعني انا عم بحكي اللي بسمعه من لواء سليم ادريس افضل من كل اللي بنسمعه بالسياسيين اللبنانيين، ما عنده اثر طائفي. شو مين اول تكفير بسموهم تكفيريين؟ جبهه النصره. لما اجوا جبهه النصره على سوريا ما كانوا 201، لما النظام صار يشد بالمجازر يقتل اكثر ويدمر اكثر، صار الشباب السوري يقولوا سلحونا، يقولوا له لرياض الاسعد لسليم ادريس لا سلحونا، هول ما عندهم سلاح، وين بيضطروا يروحوا؟ عند النصره. يعني الشباب السوري اللي راح عن النصره شو صار قاعده؟ هذا راح ليتسلح. بس بالاخر لما تطلع العناصر اللي هي قاعديه بالفعل كلها سوا ما بتطلع 1000 عنصر، حتى يعني حتى المخابرات الاوروبيه عم تقدر انه كل اللي اجوا من اوروبا 600 عنصر. تخيل انه هلا اللي عم بيحرك هالقصه انه اللواء سليم ادريس اليوم بيمون على قوه قتاليه بتفوق ال 150,000، عم نحكي ب 600 عنصر جايين للنصره. النصره هي فزاعه اخترعها الاسد ليحول الحرب لحرب مذهبيه، هو حولها لحرب مذهبيه مش النصره. يعني ما عم بريهم للنصره، عم بقول بس النظام كان مصلحته يحولها لمذهبيه، وايران مصلحتها تحولها لمذهبيه. هذا مع الاسف اليوم بدك مخرج. طيب المخرج انا بتوقع سيد نصر الله طلعت عملت خطاب كبير بيوم الجريح. نعم. طيب خطاب كبير، اعطيني بس لمحه عن شو عم تتصور الحل السياسي، احكيني بس انت مع مين من المعارضه. بلكي هن عم يفكروا انه بنحسم على الارض ساعتها، يعني بيجي الكلام من بعد الحسم. ما هن ما بدهم كلام، لانه السيد نصر الله قال عده مرات انه بشار باقم بشار باقم بشار، والسيد خامنئي بشار باقم، تعليم يعني تعليمات ولي الفقيه بشار باقم. طب اذا بشار باقم معناتها ما في حل سياسي، في مجزره مكفي. يعني كل العالم بما في بوتين عم بيقول انه بشار مش باقم بطريقه غير مباشره، انه هاي مش انا بقررها، بقرروها السوريين. طيب اذا بوتين ما عاد مقتنع ببشار، مين مقتنع ببشار؟ في بس المرشد الثوره، وفي حزب الله هون مع الاسف. وحزب الله هون عم بغزوا هذه البيئه بقصص وغيبيات مذهبيه لدرجه مش معقوله. يعني المذهبيه صارت بهال السيد حسن نصر الله بخطابه الاخير كان على العكس، كان عم يناشد جمهور اولا انه ما يكون يعمل ردات فعل، كان عم يطمئن اهالي المناطق، كان عرسال او الهرمل، يعني الصواريخ اللي عم تسقط على الهرمل من الداخل السوري مش من عرسال، لما يأجج الخلافات. هاي نقطه مضيئه بالخطاب، لانه نحن كان عندنا مخاوف، وهلا انا بقول لك انا عندي مخاوف على عرسال، عندي مخاوف يعني انه عرسال يصيبها مثل ما صاب القصير، لانه هل اعتبروا القصير انتصار؟ هذا انتصار. ليه عرسال بدها تكون؟ ليه عم تربطها مع القصير؟ لانه هم ليش راحوا على القصير؟ ليسكروا المنطقه حتى ما يكون في امداد ولا يكون في امكانيه انسحاب، وبعد في المنطقه المفتوحه هي عرسال والطيران السوري. يعني وهون لازم نشكر فخامه الرئيس وهالعرسال لازم يشكروه، لانه الرئيس سليمان عم يدافع عنهم. الطيران السوري بلش عمليه كان بدها تكفي لتهجر كل اهل عرسال. خليني احكي بهالنقطه بعد الفاصل الاعلاني، لانه هي محور بحد ذاته. فاصل إعلاني ونتابع الحوار. أهلا بكم إلى بيروت اليوم، ضيفي معالي الوزير السابق دكتور محمد عبد الحميد بيضون، أهلا بك معالي الوزير. بداية وقفة مع أبرز ملفات اليوم. حزب الله باق على أرض المعركة في سوريا، فكيف ستنهض الدولة اللبنانية بوجه أبواب الحرب السورية؟ بعد مقتل هاشم سلمان كيف ستتصرف المعارضة الشيعية وبمن تحتمي؟ معالي الوزير، ماذا يعني انتخاب رئيس إيراني جديد معتدل
حسن روحاني وبهالنسبة العالية من الأصوات، يعني بين 18,000 ودغري اللي بيجي رقم 2 وراء 8,000 أو 6,000؟ 18 مليون و 6,000. عفوا 18 مليون. أشبه بانتفاضة تانية، يعني كيف انتفاضة 2009 اللي كانت انتفاضة بالشارع وانقمعت وانقمعت بشكل وحشي وكبير. هالمرة الشعب الإيراني بفترة صغيرة، يعني ما كان حدا متوقع أنه الشعب الإيراني رح يجي على الانتخابات، وكانوا معتبرين أنه الانتخابات رح تكون مزورة، لكن يبدو أنه هالتيار الإصلاحي عارف عبق قواعده بشكل سليم. فاللي صار يعني 18 مليون صوت لحسن روحاني انتفاضة تانية، ولكن انتفاضة تحديدا بوجه المرشد السيد خامنئي. بوجهه؟ بوجهه تماما. يعني اليوم ما بدنا ننسى أنه المرشد اولا منع رفسنجاني انه يترشح، ورفسنجاني هو له اسبقيه عليه بالثوره، يعني كان رفسنجاني مع الخميني قبل خامنئي، نعم. وله حضوره بالثوره وحضوره بعد الثوره بالمراكز العاليه كرئيس لمجلس الشورى ورئيس جمهوريه ورئيس مجلس تشخيص مصلحه النساء والخبراء. يعني رفسنجاني عنده سجل حتى البعض بسميه ابو الثوره. فجاه ممنوع انه يترشح، بيعتبروه ضد الثوره وضد خامنئي. الانتفاضة هاي صارت بوجه خامنئي. هلأ بفتكر بده يعيد حساباته. خامنئي شطب من الترشيح اللي ترشحوا تقريبا 700، خلى منهم فقط 8 أشخاص. الوحيد اللي نفد من التشطيب هو حسن روحاني. كان مدروسي، البعض قال انه هيدا ديل، يعني بنقدر نصدق هيك ولا لا؟ صار في عملية انتخابية حقيقية، ما كانوا معتبرين انه له حظ. يعني كانوا عم بيقولوا الشخصيات القويه بالسباق هي قالباف، لانه طهران، نعم. لانه الحرس، هي ولايتي، لانه المرشد، هي جليلي، لانه جليلي عم يلعب دور بالواجهه بالمفاوضات وكذا. ما كان حدا معتبر من تيار الاصولي، يعني تيار المرشد، ما حدا معتبر انه عنده حظوظ حسن روحاني. بس مثل ما قلت لك، التيار الاصلاحي عبق قواعده بشكل سليم ووصل المرشح. وانا بعتقد الذهول عند التيار الاصولي والذهول عند المرشد كثير كبير اليوم، انه من الدوره الاولى ما كان حدا متوقع له انه يربح. فكيف من الدوره الاولى في حاله ذهول؟ بعتقد ايران بلشت مرحله جديده. المرحله هاي عنوانها اذا بدك انه التيار او الثلاثي رفسنجاني خاتمي حسن روحاني الرئيس الجديد، هذا الثلاثي رح يستفيد من فترة الضعف اللي مرق فيها المرشد، ورح يعمل على انه صلاحيات المرشد ما تكون ديكتاتورية مطلقة، بدها تكون مقيدة. يعني مثل ما عم بنحكى بالربيع العربي انه الأنظمة الملكية تكون دستورية مقيدة، اليوم صلاحيات المرشد بإيران اللي هي صارت على أيام خامنئي صلاحيات مطلقة أشبه بالديكتاتورية، بدها تتقيد. لذلك في معركة، في مواجهة، في مواجهة بين هذا التيار الإصلاحي، في مواجهة مع تيار المرشد، رح تشوفي يعني نتائجها بالفترات. اسمح لي اسالك مع الوزير، نقلا عن بعض يعني الاكتيفست على السوشيال ميديا بيشككوا، يعني هذا على الاقل اللي قراته انا، بنزاهه الانتخابات، اي انتخابات بايران، هل هذه الانتخابات نزيهه؟ والسؤال بيخليني اسالك، يعني اذا هالقد في خطر على سيد خامنئي، ليش ما صار في تغيير بنتائج الانتخابات؟ بس هذا يعني ما بعرف اذا الانتخابات فعلا هي هيك كما هي ولا بصير في تلاعب. في عنصر مفاجاه، وفي كمان انه خامنئي ما بيقدر بعد اللي صار بال 2009 ما بيقدر يتحمل ثوره ثانيه. يعني هاللي بتابع تصريحات السيد خامنئي من 6 شهور او 8 شهور لهلا، بتلاحظي بتصريحاته دائما دعوه للوحده، ودعوه انه القيادات السياسيه ما تطلع الخصام للعلن، وانه خلوا المشاكل بشكل مغلق. كان خايفان، عنده خوف، هو وتياره يعني عندهم خوف انه ترجع تفلت الامور بالشارع. فانا اللي بعتقد انه الخوف من الشارع خلاهم ما يروحوا بعيدا بالتزوير حتى ما تتكرر قصه 2009، ويمكن هالمره عواقبها وخيمه. وفي شيء ثاني ايضا، من 2009 نتيجه قمع الانتفاضه الخضراء وفرض الاقامه الجبريه على قياداتها، هاي اكلت من رصيد المرشد. يعني المرشد اهميته انه يكون فوق الصراعات، هو دخل طرف بالصراع ورجع، مش بس دخل طرف بالصراع مع كل التيار الاصلاحي وبممارسات ما كانت مقبوله شعبيا، انما دخل طرف بالصراع مع احمد نجاد، وصراع على وزاره النفط، وصراع على وزاره الاستخبارات، يعني صراعات اشبه بالمحاصصه. فالمرشد ما كان بوضع اليوم انه يقدر يسمح بقيام انتفاضه ثانيه، فاضطر يعمل تنازلات. ومن هالتنازلات انه التيار الاصلاحي قدر مرة
الراء حسن روحاني. ومثل ما بقول لك اليوم الناس بتقارن انه اجى خاتم 8 سنين ما عمل شيء، حسن روحاني شو بده يعمل؟ اول شيء بالنظر للبروفيل تبع الشخصين، اليوم حسن روحاني بيملك خبره سياسيه اكبر بكثير من خاتمي عند بوقتها. عنده خبره بمجلس الشورى، بمجلس النواب، وكان رئيس حرس الثوري الايراني بوقت من الاوقات. اهم شيء انه عنده خبره مؤسساتيه، يعني بمجلس النواب، بالامن القومي، بمجلس الخبراء، عنده خبره مؤسساتيه، وبيعرف عن قرب يعني الخلفيه تبع المرشد والتيار الاصولي. فانا بعتقد لا، روحاني مدعوما من رفسنجاني وخاتمي رح يعمل تغيير. كيف ممكن ينعكس التغيير بالملفات الخارجيه؟ يعني عم نحكي بملف النووي، عم نحكي بالازمه، بالثوره بسوريا، بالعلاقات مع العالم العربي، شخصيه او بروفيل هالشخص كيف ممكن يعني يكون يتعاطى مع الملف؟ هو حكي، يعني حكي مثل ما رفسنجاني عم يحكي. الاقتصاد الإيراني بحالة متدهورة، مش ممكن إنقاذه إلا بالانفتاح على الآخرين. العزلة الإيرانية خنقت الاقتصاد الإيراني، بدك تعمل سياسة انفتاح. وهو بيعرفوا كلهم أنه سياسة الانفتاح بدها تبلش بموضوع بمعالجة موضوع الملف النووي. النقطة الثانية، الروحاني ورفسنجاني أميل إلى تعامل إيران مع جوارها تعامل دول مش تعامل حرس ثوري. يعني هذا عم بقول اميل رح يقدر يحقق هالشيء. في رهان انه اليوم المرشد اضعف من وقت ما اجى خاتمي رئيس. الرئيس روحاني عنده خبره اكبر بكثير من الخبره المؤسساتيه لخاتمي. فاليوم الظروف اميل لاعطاء هالفريق الاصلاحي قدره على تحديد صلاحيات المرشد، اضافه لانه يعني المرشد عم يتردد خلال المعركة الانتخابية. كان عم بيقول ملف النووي من اختصاصي أنا. شو يعني؟ إنه المرشحين ما حدا يفكر منكم إنه بيعمل أي تنازل أو بيعمل أي تغيير. هو بقرر بالملف النووي. بس أنا بعتقد هاي ما رح تكفي، لأنه كلهم عم بيقولوا له لأنه الاقتصاد هذا بده يوقع، بده ينهار، الشعب الإيراني ما عاد في كفي. بدك نحل مشكلة الاقتصاد، لازم يكون في سياسة جديدة بالملف النووي. وهو نفسه المرشد قبل الانتخابات وصل قد ما كان حاسس مواقعه عم تضعف، وصل يقول انه عم بيطلبوا مني حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، انا لن ارفض. هي اول مره بيقولها يعني بتاريخ. هلا اليوم صار له هو مرشد من 89، يعني بتاريخ 24 سنه ما قال مره انه مع الحوار، كان دائما ضد الحوار مع الولايات المتحده الامريكيه. مره واحده نفدت منه قبل الانتخابات ليهدئ الاجواء الشعبيه انه انا لن ارفض الحوار مع الولايات المتحده الامريكيه. وبعتقد انه التيار الاصلاحي رح يوقف عند هل برايك هالتغيير هيك بال يعني لن ارفض او لا يعني رحب اذا بدنا نقول بحوار، هو كانت جزء من وصول الروحاني للرئاسه؟ يعني هي خليني اقول توجه جديد معين تنتهجه ايران. ما بدك تنسي انه الشعب الايراني كمان بحاله اقتصاديه مريعه. يعني الدولار كان 12000 ريال، صار 36000 ريال. ما بيقدروا يامنوا لهم الحاجات الاساسيه، ما عندهم عمله صعبه، عم يبيعوا نفط للصين، الصين مش عم تدفع، عم تعمل لهم مقايضات. فاليوم الاقتصاد قصة حاسمة، انه هذا بلد 75 مليون والناس وجيل شباب كبير كمان عنده احتياجات. فاذا ما عملوا انفتاح على الغرب، انفتاح على كل العالم مش بس على الغرب، اذا ما تعاملوا كدولة لها صدقيتها، اذا ضلوا يتعاملوا كحرس ثوري منتشر بالعالم، العزلة رح تزيد والاقتصاد رح يزيد وفي انتفاضة شعبية قائمة. طيب وبالازمة السورية هل رح يضل اخذ خط سلف الرئيس احمد النجاد ولا حيغير، ولا هو القرار عمليا مش عند رئيس الجمهورية؟ القرار عند الحرس الثوري بالملف الإيراني، يعني عند خامنئي. بس أنا بعتقد أنه هالرئيس بده يغير، لكن ما بدنا ننسى أنه نحن عم نتعاطى مع إيران. بإيران الأمور تمشي ببطء كتير. يعني ما حدا بيعرف أنه التغيير جاي بعد شهر، بعد ستة، بعد سنة. بس في تغيير كبير جاي على إيران، بس كتير بطيء، لأنه الإيرانيين هن بطريقة عملهم هن بيقاربوا الأمور بكل يعني ببطء كتير. ما بدهم يعملوا قفزات إذا بدك، بدهم يمشوا على مهله. وأنا يعني مع كلام خاتمي قال أنا ما رح أترشح لأنه الثمن ترشيحي على الشعب الإيراني رح يكون باهظ، لأنه رح يكون في ردة فعل من المرشد كبيرة. فهون بدلك أنه التيار الإصلاحي بده يمشي بالتغيير بس ببطء جدا، حتى ما ينشعر أنه في صدام أو ما يرجعوا لحالة القمع اللي كانت موجودة سابقا. بعض الصحف اللبنانية قرأت برد فعل حزب الله على انتخاب أو على فوز روحاني بانتخابات إيران أنه كان ترحيب هيك خجول،
هل الحزب فعلا غير مرتاح لانتخابه ولا كمان ما بيأثر يعني قرارات الحزب أو الخطوط العريضة بيقررها؟ لا مش رح يكون مرتاح الحزب، لأنه الحزب جزء من الحرس، والحرس مرشحهم كان يا قلباف يا جليلي، يعني هن كانوا معتبرين كل جماعة الحرس وحزب الله منهم أنه بالدورة الأولى بيطلع الأول قلباف أو جليلي، والثاني وأنه الدورة الثانية ستكون بين قلباف وجليلي. تفاجأوا كلهم، حتى المعتقد أنه داخل إيران كانت مفاجأة أنه طلع حسن روحاني 52% من الدورة الأولى. هذا بعتقد كلهم مصدومين، يعني حزب الله هون أكيد هلا أكيد صدمة كبيرة، بده يشوف كيف بده يتأقلم مع شو بيأثر عليه للحزب، كيف بيتأثر؟ مش اليوم، لكن السياسه اللي عم بقول لك اياها، سياسه النظام، سياسه الاصلاحيين، انه اذا بدهم يتعاطوا مع الجوار كدوله لها مصالح وبتحترم مصالح الاخرين ليحترموا مصالحها، هذا بيعني انه نشاطات الحرس ستتقلص، وبما يعني ايضا انه نشاطات حزب الله ووضع حزب الله بده يتم تقليصه ايضا. من الكلام عن انتخاب الرئيس الايراني، على امل يصير في عندنا انتخابات بلبنان كمان، خليني اوصل على نشاطات حزب الله. يعني على الأقل هذا الرئيس الحسن روحاني مش مثل أحمد نجاد كان معتبر حاله رئيس لإيران وللعراق ولسوريا وللبنان، وأنه بيقدر يجي على لبنان بيعمل خطاب بملعب الرأي مش بمجلس النواب. أنه هن يعني الفريق الأصولي بإيران معتبر حاله أنه حاكم المنطقة، على القليل أشخاص مثل حسن روحاني الرئيس الجديد بيعتبروا حاله أنه هن فقط حاكمين إيران مش حاكمين المنطقة. هذا شيء ببشر يعني بخير، يعني إن شاء الله خير على كل حال. يعني الأيام هي رح تثبت إذا رح يقدر الرئيس روحاني فعلا يطبق السياسة اللي هو. أنا ما بدي أعطي جو متفائل، بس أنا بقول في تغيير، النتيجة في تغيير. اليوم موقع المرشد وصدقية المرشد غير ما كانت قبل 10 سنين أو قبل 15 سنة. والتغيير ناضج لأنه سياسات المرشد وبالتعاون مع نجاد، لأن المرشد كان بيشتغل عبر نجاد قبل ما يصطدم معه، سياسات أدت إلى انهيار كتير ملفات مش بس الاقتصاد، كتير ملفات أيضا. هل سألتك عن كيف رح يتأثر حزب الله، بس هل برأيك اللي مرتبط بالحرس الثوري هل ممكن يشوف تراجع دوره بسوريا مثلا؟ يعني أعلن السيد صراحة عم بيقاتل وعم يحققوا انتصارات وراح يكملوا مثل ما قال السيد من النهارين بخطابه انه نحن اخر مين دخل على سوريا ولكن راح نبقى. هلا من هون لاسبوع لعشر ايام لشهرين ما بعتقد انه حزب الله راح يتلقى تاثير الصدمه الايرانيه بسرعه، بده يجي تاثيرها الصدمه الايرانيه شوي شوي. هلا تطور الاوضاع بسوريا ما حدا بيعرف كيف راح يكون، لانه في قرار امريكي هلا بعطاء دعم او دفعه للمعارضه، هذا بغير بموازين القوى، بوقف القتال، ببعت على الحل السياسي، ما حدا بيعرف. يعني الاوضاع بسوريا غير قابله للترقب، وهي اوضاع يعني حزب الله ما عم بيشوف منها الا الجانب العسكري، الجانب السياسي مهمل بالكامل يعني مع الاسف. بين خطاب السيد حسن نصر الله كان سبقه كلام للرئيس سعد الحريري قبل بيوم، البعض قرأ انه اصلا طرح هالكلام ليكون متناغم مع قرار مجلس دول التعاون الخليجي، وقبل كلام سيد حسن نصر الله بيقول الوطن اصبح في خطر وجودي، وكان له كلمه للبنانيين يعني ثقيله دسمه. هل يعني وين صرنا بالعلاقه بين السنه والشيعه اليوم بلبنان وبالمنطقه؟ بقول لك الرئيس المصري اللي هو يعني إيران جربت تعمل معه اتصالات وعدوه بمليارات وقالوا له سياحة إيرانية، وجربوا يقولوا له أنه نحن مش عم نشيع بمصر، نحن منا ماشيين بتشييع مصر، رغم ذلك وقف يقول هنالك عدوان من حزب الله على الشعب السوري. أي يعني بين هلالين أي سنة بده يحكي غير كلام؟ يعني ما فهمت أنه حزب الله على أي سنة معتمد على الشيخ ماهر حمود ولا على الشيخ بلال شعبان ولا على الشيخ هاشم منقرة؟ على مين معتمد؟ يعني شو في مصر اليوم؟ بتطلعي بمصر يعني عم تحكي عن شمال افريقيا كلها، اللي بيقولوا الرئيس المصري بهالمعنى شمال افريقيا بده تتبناه، ما في مجال. شو في وزير خارجيه الجزائر لما الوزراء الخارجيه العرب عملوا القرار هذا؟ قال انه نحن يعني يمكن اصدرنا حكم مخفف على حزب الله انه ما ذكرناه، بس في ادانه لتورطه بسوريا، حتى الجزائري يعني اليوم كل شمال افريقيا كل الخليج. شو بقي مع حزب الله؟ طبعا ما بدنا نحكي عن تركيا. شو بقي مع حزب الله؟ حزب الله عنده فقط جمهوره الضيق. هالجمهور الضيق طيب قديش فيه يتحمل؟
وهون نجي للمشكله انه ليش الحريري وغير الحريري. نحن من اشهر عم نحكي عن خطر وجودي لانه حزب الله بلش تورطه بسوريا من قاب وبلش حكي. وقت بلش تورط بسوريا بلش حكي التمديد لمجلس النواب يعني الغاء لبنان. بس المشكله الحقيقيه انه حزب الله بدخوله على سوريا الغى الحدود، ومش بقرار منه، بقرار من ايران ومن المرشد. المرشد الثورة الإسلامية في إيران فجأة بيقول ما في حدود بيني وبين العراق وسوريا ولبنان وغزة، صار كأنه هو حاكم المنطقة. طيب أنت حزب الله ألغيت الحدود، فت على سوريا، طيب ما يعني أعطيت ضوء أخضر للسوريين يلغوا الحدود ويفوتوا على لبنان. وهالضوء الأخضر بلش مش هو عم نشوف القصف اللي عم بيجي على مناطق الهرمل وبعلبك وتشوفي كيف بعدين الأمور بدها تتدحرج. هاللي بيلغي الحدود من جهة بده توقع الغاء من تاني جهة، وبالتالي في خطر وجودي. هالشيء بنعطف على أنه كل ما هالصراع تقدم كل ما بياخذ طابع سني شيعي، الناس بتصير ما بتشوف. يعني اليوم انا وانت بنشوف انه والله هذا صراع في سياسات ايرانيه، والله دكتاتوريه ولايه الفقيه على المنطقه، ما قبلها لا في سياسات بتقول كل دوله لها سيادتها بتحكم نفسها بمؤسساتها ما بيحكمها المرشد، فلسطين للفلسطينيين، لبنان للبنانيين، سوريا للسوريين. في مشروعين عم بيتواجهوا بالمنطقه. هلا على الارض الناس يعني لما الغرائز بتاخذها ما بتعود تشوف مشروع هذا مشروع، بتشوف سني شيعي. هذا بخوف، يعني في انفجار سني شيعي كبير اكبر من اللي عم بيصير بالعراق جاي اذا بيستمر هالوضع بسوريا. وهذا يمكن احد الاسباب اللي خلى الغربيين يبلشوا شوي يفكروا كيف بدنا نحتوي هالصراع. هلا الخوف الثاني كمان انه مش مخبى، انه ايران اذا حست انها بدها تخسر بسوريا ستلجا الى تقسيم سوريا. وهن جماعة حزب الله صاروا بكل فجور يحكوا انه ايه شو سايكس بيكون منغير الحدود، انه بدهم ينشئوا دولة علوية شيعية، يعني اسرائيل تانية بالمنطقة. وهي مش مخبية، يعني عم بيرسموا حدودها. يعني اهمية معركة القصير انها بتسمح بانشاء هذه الدولة، تقول انه فتحوا الطريق لانشاء دولة شيعية علوية. نحن مين بيقبل بانه تنشا اسرائيل ثاني بالمنطقه؟ مين بيقبل انه يعيش الشيعة والعلويين بخلاف مع السنه؟ هذه حرب ال 100 عام، مش يعني ما فينا نحن نقبل بهالوضع. لذلك اليوم مطلوب بسرعه نتجه يعني ندعم الجهود الدوليه لايجاد حل سياسي باسرع ما يمكن. مع الاسف التخاذل الامريكي والتخاذل الاوروبي دفع السوريين ضريبة كبيرة، بس اليوم الضريبة مش بس رح تنحصر بسوريا، عم تنتشر على لبنان مثل ما شفنا آخر جولة بطرابلس مخيفة كانت 32 قتيل 200 جريح. وبعدين بالعراق الأمور عم تتصعد بشكل. فلا اليوم إذا عم ينحكى جديا تدخل الدولة عبر الأمم المتحدة، عبر الحلف الأطرسي، عبر المساعدة الأمريكية، لازم يتم احتواء النزاع بسرعة. بس حل سياسي حتى يعني نظام مستعد المعارضة رافضة، وحل عسكري لحديت هلأ ما في. في كلام عن دعم المعارضة بالسلاح، ويمكن مش بالسلاح، يمكن بعتاد منه تقيل. لا لا، لأنك الحل السياسي نظام يدعي انه قبلان، بس هو مش قبلان. لانه الحل السياسي شو هو؟ بيان جنيف الاول. بيان جنيف الاول عم بقول له للاسد بدك تعطي صلاحياتك لحكومه انتقاليه. هلا هالحكومه الانتقاليه فيها من النظام الناس اللي مش ملوثه ايديهم بالدم، وفيها المعارضه بجميع اشكالها تصنيفاتها او الوانها. الاسد ما قبل هالشيء، حتى الابراهيمي لما فتحوا بالموضوع الابراهيمي حكيها بيجي انه قال له الاسد انا ما بتخلى عن صلاحياتي، وإذا بدي أتخلى عن صلاحياتي معناتها بدي تعديل للدستور، وهذا مش موجود، بده استفتى وما استفتى. ورجع الأسد مرة تانية قال أنه شو ما صار بجنيف ما هالمقررات لازم تخضع لاستفتى. شو يعني استفتى؟ بوجود الأجهزة الأمنية وبوجود آلة الأسد العسكري وبوجود حزب الله، الاستفتى هو حفل التزوير. يعني النظام منه عم بيحكي بحل سياسي. وبديك شاهد أكبر أقوى على أنه النظام مش عم بيحكي حل سياسي، خطاب السيد نصر الله الأخير. يعني طلع حكي السيد نصر الله انه نحن مكفيين المعركه بسوريا بدون ما يطرح اي اطار سياسي ولا اطار ابدا، حتى ما حكي عن جنيف 2. يعني السيد نصر الله هو عم بيحكي ما عم بيضطر يعني قد ما هو منخرط بالمعركه، ما عم بيضطر يخبر العالم انه طيب نحن عندنا تصور سياسي بدنا نخفف المجازر والقتل والتدمير. بس هي الدول عم تشتغل على جنيف 2، يعني السيد حسن نصر الله ما حي على قليلي هو يقول لنا
انه عنده تصور ما في. طب وبعدني انا كمان معترض على حزب الله اعتراض كبير انه نحن اللبنانيين اقرب ناس للسوريين. طب في معارضه سوريه اليوم الوانها هائله، الوان الطائف المعارض هائله، في من كل الانواع. ما قدر حزب الله يفتح حوار مع اي نوع من انواع بس هو المعارضة. كمان كان صريح السيد بخطابه ما قبل الاخير لما قال انه سوريا ظهر المقاومة ولن نسمح بقص ظهر المقاومة، يعني عم بيكون صريح انه حماية سوريا من حماية المقاومة، وهذا اللي قاله نائب سليمان فرنجية من نهارين. ايه بس ما هذا اتهام لكل السوريين انه ما بدهم مقاومة، وهذا مش صحيح. يعني لما راح حزب الله على قصير وشارك بتدمير القصير بهالشكل، ما بعدين قالوا له السوريين انه يا عمي هاي القصير فتحت ابوابها لإلك لما كنت انت تحت القصف الاسرائيلي وتهجروا جماعتك واجوا نحن فتحنا لهم بيوتنا؟ طيب ما هو اهل القصير ما هن مقاومين. مين قال له لسيد نصر الله او لحزب الله او لغيره انه والله هاي المعارضه السوريه اذا وصلت على الحكم هي مش رح تكون مقاومه؟ ليش هو مقاوم اكثر منها او هو وطني اكثر منها؟ المعارضه السوريه معارضه وطنيه، معارضه عندها تصور كبير لتحرير الارض، مش انها جاي تلعب. فهو سيد نصر الله افترض انه فقط الاسد هو المقاوم والباقيين عملاء، وهو اصلا خطاباته يعني حتى خطابه الاخير انه الحرب الكونيه الامريكيه الاسرائيليه التكفيريه. كيف عم تصور انتفاضه شعب عم تتجاهلها بهالشكل وتصورها انه مجرد مشروع امريكي اسرائيلي تكفيري؟ بعدين شو جمع التكفيريين على الاسرائيليين؟ ما فهمنا شو جمع الامريكان اللي ما بدهم يتدخلوا على التكفيريين، والامريكان ما بدهم يتدخلوا كرمال ما يساعدوا التكفيريين. فيعني لغه حزب الله لغه متناقضه غير مقنعه، والاخطر انه خاليه من اي تصور سياسي. اول مره بنشوف نحن حزب الله قاعد، يعني حتى ب 93 96 لما كان في صدام، في عدوان اسرائيلي كبير وفي صدام، كان في حكي تفاهمات تحت الطاوله، تفاهم نيسان، بعدين بالاول تفاهم تموز، بعدين تفاهم نيسان، كان في وراء عمل عم تروح وتجي. اليوم حزب الله وطبعا ايران الحرس الثوري معتبرين انه هاي المنطقه ملك بيهم وانه الاخرين مشطبون على الخريطه. هذا ما بيجوز. هذا هالغياب السياسي هاي بخليني اقول انه حزب الله اليوم بحاله انغلاق مخيفه، انغلاق لبنانيا ما عم بيحاور مع حدا. لهي ما صارت الحرب بسوريا معالي الوزير، يعني عم نضطر نستعمل هالعبارات حرب سنيه، يعني لما بيجي المقاتلين من اكثر من بلد. طبعا الشعب السوري ثار وعمل متظاهرات سلميه بالاول، ولكن وصلنا لمرحله انه في ثوار من مختلف الجنسيات، في جبهه نصره، يعني في اطراف عم بتقاتل، صارت خارجه عن الشعب السوري اللي فعلا كان طالب التغيير. يعني انا مع احترامي لكل الناس، انا بعتقد اللي حول اللي حول الانتفاضه السلميه لحرب هو النظام، لانه النظام زاد معدلات القتل. يعني هو كان عم بواجه التظاهرات بالرصاص وكل يوم في 15-20، وكان دارسها، استفاد من التجربة الليبية انه اذا بده يعمل مجازر كبيرة رح يستجلب تدخل دولي. فهو كان عاطي تعليمات ونشر وسائل وقتها انه لا خلينا بكل يوم نقتل 15-20 مش اكتر، عم تصعد. طيب اذا بدهم يقمعوا التظاهرات، يعني هاي تركيا وهذه انجلترا وغير كل دول العالم بشو بتقمع التظاهرات؟ بالمي السخنة، خراطيم مياه ساخنة وغاز مسيل للدموع. ونحن قلنا، وأنا يمكن عندي هون بمقابلة بوحدة المقابلة، قلت إذا سوريا ما فيها مي سخنة يا عم نحن بنسخن لهم مي وبنعط لهم إياه، بس ما يقتلوا العالم بهالشكل. فاليوم يعني من أول نهار أنا نصحت حزب الله، يمكن بالثلاث شهور الأول من الانتفاضة، انه افتحوا خطوط وحاوروا مع المعارضه، لانه اذا حاورتوا مع المعارضه يمكن تساهموا بالتقريب بينه وبين النظام. هن انقطعوا عن المعارضه ومن الاول، من اول نهار مثل بشار الاسد تصرفوا مثل بشار الاسد، انه اللي ما عم بيقاتل معي هو عدوي وهو تكفيري وهو عميل اسرائيلي. الشعب السوري اتهموا حزب الله بخطابات نصر الله بترجعيهم، اتهام للشعب السوري بالكامل ل 20 مليون انه عملاء اسرائيل، مثل ما اتهم الشعب اللبناني 14 اذار، يعني على الاقل نص الشعب اللبناني مليونين ونص اتهمهم انه عمل اسرائيل. طيب اذا اسرائيل لها بين الفلسطينيه شيء مليونين ونص، وبين اللبنانيه مليونين ونص، وبين الاردنيه مليونين ونص، وبين السوريين 20 مليون، وبين العراقيه 7-8 مليون، طيب اسرائيل اقوى قطب بالمنطقه. يعني مع الاسف منطق حزب الله صار لا منطق، يعني ما صار حزب الله بتسميه ممانعه للمنطق، مش ممانعه لا لاسرائيل ولا لمشروع. هل ما بحق له يخاف حزب الله؟
بنشوف بده لو فتح خطوط على المعارضه السوريه، وهلا ما فات الاوان، بنشوف بده يخاف. المعارضه السوريه معارضه وطنيه، اللواء سليم ادريس لواء يعني كلامه كله وطني، احسن من الكلام عم نسمعه من اللبنانيين، من القيادات اللبنانيه. يعني انا عم بحكي اللي بسمعه من لواء سليم ادريس افضل من كل اللي بنسمعه بالسياسيين اللبنانيين، ما عنده اثر طائفي. شو مين اول تكفير بسموهم تكفيريين؟ جبهه النصره. لما اجوا جبهه النصره على سوريا ما كانوا 200 واحد. لما النظام صار يشد بالمجازر يقتل اكثر ويدمر اكثر، صاروا الشباب السوري يقولوا سلحونا، يقولوا له لرياض الاسعد لسليم ادريس لا سلحونا، هول ما عندهم سلاح، وين بيضطروا يروحوا؟ عند النصره. يعني الشباب السوري اللي راح على النصره شو صار قاعده؟ هذا راح ليتسلح. بس بالاخر لما تطلع العناصر اللي هي قاعديه بالفعل كلها سوا ما بتطلع 1000 عنصر. حتى يعني حتى المخابرات الاوروبيه عم تقدر انه كل اللي اجوا من اوروبا 600 عنصر. تخيل انه هلا اللي عم بيحرك هالقصه انه اللواء سليم ادريس اليوم بيمون على قوه قتاليه بتفوق 150,000، عم نحكي ب 600 عنصر جايين للنصره. النصره هي فزاعه اخترعها الاسد ليحول الحرب لحرب مذهبيه، هو حولها لحرب مذهبيه مش النصره. يعني ما انا ما عم بريهم للنصره، عم بقول بس النظام كان مصلحته يحولها لمذهبيه، وايران مصلحتها تحولها لمذهبيه. هذا مع الاسف اليوم بدك مخرج. طيب المخرج انا بتوقع سيد نصر الله طلعت عملت خطاب كبير بيوم الجريح. نعم. طيب خطاب كبير، اعطيني بس لمحه عن شو عم تتصور الحل السياسي، احكيني بس انت مع مين من المعارضه. بلكي هن عم يفكروا انه بنحسم على الارض ساعتها، يعني بيجي الكلام من بعد الحسم. هن ما بدهم كلام، لانه السيد نصر الله قال عده مرات انه بشار باقم، والسيد خامنئي بشار باقم، تعليم يعني تعليمات ولي الفقيه بشار باقم. طب اذا بشار باقم معناتها ما في حل سياسي، في مجزره مكفي. يعني كل العالم بما في بوتين عم بيقول انه بشار مش باقم بطريقه غير مباشره، انه هاي مش انا بقررها، بقرروها السوريين. طيب اذا بوتين ما عاد مقتنع ببشار، مين مقتنع ببشار؟ في بس المرشد الثوره، وفي حزب الله هون مع الاسف. وحزب الله هون عم بغزوا هذه البيئه بقصص وغيبيات مذهبيه لدرجه مش معقوله. يعني المذهبيه صارت بهال السيد حسن نصر الله بخطاب الاخير كان على العكس، كان عم يناشد جمهور اولا انه ما يكون يعمل ردات فعل، كان عم يطمئن اهالي المناطق، كان عرسال او الهرمل، يعني الصواريخ اللي عم تسقط على الهرمل من الداخل السوري مش من عرسال، لما ياجج هاي نقطه مضيئه بالخطاب. لانه نحن كان عندنا مخاوف، وهلا انا بقول لك انا عندي مخاوف على عرسال، عندي مخاوف يعني انه عرسال يسيبها مثل ما صاب القصير. لانه هل اعتبروا القصير انتصار؟ هذا انتصار. ليه عرسال بدها تكون، ليه عم تربطها مع القصير؟ لانه هم ليش راحوا على القصير؟ ليسكروا المنطقه حتى ما يكون في امداد ولا يكون في امكانيه انسحاب. وبعد في المنطقه المفتوحه هي عرسال والطيران السوري. يعني وهون لازم نشكر فخامه الرئيس واهل عرسال، لازم يشكروه لانه الرئيس سليمان عم يدافع عنهم. الطيران السوري بلش عمليه كان بدها تكفي لتهجر كل اهل عرسال. خليني احكي بهالنقطه بعد الفاصل الاعلاني، لانه هي محور بحد ذاته. فاصل اعلاني ونتابع الحوار.